السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلفلاون، مرحبا بكم متابعاتي الكريمات. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا كيكة التفاح المقرمشة اللي عملت حالة على التواصل الاجتماعي. إذا لتحضيرها عندي نص كاس سكر، كاس إلا ربع حليب، كاس إلا ربع زيت، ملعقة صغيرة مملوءة لافاني، وعندي زوج حبات بيض، فرينة راح نعطيكم فيما بعد المقدار بالضبط، عندي كيس ونصف خميرة كيميائية تقريبا 15 غرام ورشة ملح. نبدأ بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير. من الأحسن كل المقادير تكون في نفس درجة حرارة الغرفة. في وعاء راح نحط زوج حبات تاع البيض، راح نحط عليهم ملعقة صغيرة مملوءة لافاني، نضيف عليهم كذلك رشة ملح، وراح نبدأ الخلط. نستعمل لو باتور، نخلط البيض مع إضافة هذاك النص كاس تاع السكر ونخلط حتى نحسو هذاك السكر بدا يدوب. نضيف هنا في هذه المرحلة كاس إلا ربع زيت، نضيفه تدريجيا ما نضيفوش ضربة واحدة. هكذا نزيد الزيت مع الخلط المستمر دائما حتى نكمل كل الكمية. لما تندمج كذلك هنا في هذه المرحلة كل المكونات، نبدأ في إضافة هذاك الكاس إلا ربع حليب، كذلك نضيفه هكذا تدريجيا مع الخلط، ثم نضيف الفرينة. حنحط في الأول تقريبا كاس ونص، من الفرينة مع كيس ونص تاع خميرة كيميائية ما يعادل 15 غرام. ومن الأحسن أني نغرب الفرينة ديالي ونهويها باش نتحصل على كيك يكون خفيف. من أجل نجاح هاد الكيكة هدية ضروري أنه الخليط هذا اللي حنتحصلوا عليه يكون شوية ثقيل. نخلط ونشوف اذا كان تحصلت على هذاك القوام اللي نتبحث عليه. اذا هنا كما راكم تشوفوا مازال خفيف الخليط ديالنا، راح نزيد له كميه اخرى من الفرينه اللي هي تقريبا نص كاس اخر من الفرينه، يعني ككل عملت زوج كيسان معمرين تاع الفرينه، ونخلط. اذا انا هنا خلاص هذا هو القوام اللي نحوس عليه، خليط يكون نوعا ما ثقيل شويه على الخليط تاع المسكوته اللي مافين يعني نعملوه. وهنا استعطرت في الاخير بشويه مبشور البرتقال هذه الكيكه هذه، او ممكن استعمال كذلك مبشور الليمون. وهذا هو القوام. نفرغ الخليط اللي تحصلت عليه في صينية اللي تروح للفرن، القطرة ديالها حوالي 20 إلى 22 سنتيمتر. الصينية هذه أنا كنت فرشت لها ورق طهي ودهنت الحواف بشوية زيت ورشيت عليه كامل فرينة، هكذا باش ما نضمنش أنه الكيكة ديالي ما تلصقش. ولكن عندكم هادوك ليمون اللي يتفتحوا على الجوانب راح يكون أحسن. نمشي جيدا، نوزع مليح هذاك الخليط في الصينية، ثم نخليه على جنب ونروح نحضروا الطبقة اللي تجي من الفوق، اللي هي تكون من حبات من التفاح. هنا العدد راح يكون حسب حجم التفاح اللي عندكم، من زوج حبات حتى ثلاثة. عندي هنايا في الصحن هذا عندي رقائق اللوز، ممكن تعويضها بالكاوكاو. عندي هنا ملعقتين كبار من جوز الهند المحمص، عندي شويه لي بيبيس تاع الشوكولا بيضاء وسوداء، وعندي ملعقتين كبار من السكر البني، وممكن تعويضه بالسكر العادي. نبداو بسم الله نحضروا هذا الخليط اللي يجي من الفوق. اذا ناخذ التفاح ديالي راح ننقيه، وكل ما ننقيه راح نحكو بالقارص هكذا باش ما يكحلش معنا ويبقى دائما محافظ على هذاك اللون ديالو. ثم نسكرفج هذاك التفاح في من جهه الخشينه حتى نكمل كل الكميه، وهنا لما نكمل نبشر التفاح ديالي نعصر عليه شويه قارص هكذا باش يبقى محافظ على اللون ديالو.
هذاك مبشور التفاح راح نضيف عليه المكونات اللي ذكرتها لكم، اللي هي جوز الهند محمص، رقائق اللوز، لي بيبيت دو شوكولا، عندنا شوكولا بيضاء وشوكولا سوداء، والسكر البني، ونخلط هكذا جيدا حتى تندمج كل المكونات مع بعض. ثم نوزع الخليط المتحصل عليه فوق وجه الكيك هكذا باليد، نحاول نوزع جميع يعني هذه المكونات فوق السطح تاع الكيك بنسبة متساوية حتى نكمل كل كمية. ثم ندخل الكيكة للفرن على درجة حرارة 160 إلى 170 درجة مئوية حتى تكتسب اللون الذهبي. الكيكة ديالي ها هي هنا بعد ما طابت، أنا قلبتها فوق الصحن آخر باش نحيلها هذاك لو بابي دو كويسون، وراح نقلبها مباشرة في صحن التقديم. انتم إذا كان عندكم هذاك المول اللي تفتح على الجوانب راح تكون أحجيكم سهلة يعني باش تديمولوها. وها هي هنا الكيكة ديالنا في شكلها النهائي بعد ما طابت، تجي بهذا الشكل، وصدقوني ريحتها كذلك تجي ما شاء الله. وكلمسة فقط وهي اختيارية، زينت هذه الكيكة هذه من الفوق بخطوط من النسلي كراميل الذي يباع جاهز، يجي هكذا سائل، راح يعطيني لمعة لهذا الوجه تاع الكيكة. والان ما بقى لي فقط اني نقسم لكم الكيكه هذه باش تشوفوا شكلها كيفاش تجي. ها هي هنا امامكم، على كل حال انا قسمتها راهي مازالها شويه دافيه، من الاحسن تقدموها وهي ساخنه. وهنا كما راكم تشوفوا الشوكولا كي دابت، كي قسمتها كانت دايبه الشوكولا، فلذلك خرجت هكذاك بنيه. وهذه هي الكيكه ديالنا تاع نهار اليوم، وهذا هو الفيديو. اذا كان عجبكم شجعوني بلايك، خلوا لي تعليق، اشكركم على حسن المتابعه وطيب الاصغاء. نلتقي في فيديو اخر بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.